قبل ما نتكلم فيديو النهارده يا جماعه، ما حدش يقفشني، انا عارف ان السلك باين، انا عارف بقى كل بقى سينز تعليقات يا سحس السلك باين، انا عارف ان هو باين، وده عشان انا هعمل لك النهارده مراجعه عن مايك، يعني اقدر اقول لك افضل مايك انا اشتغلت بيه حتى الان، يعني بسعر زهيد. وانا والله مش عامل الفيديو ده عشان نسب المشاهدات بقى والقصه دي، ولكن انا عشان افيد الناس، انا فعلا اللي عايز يبدا في اليوتيوب ده هيناسبك جدا يعني، فاهم؟ خلينا بقى بدون ما نتكلم كتير ونضيع وقت الفيديو نتكلم ايه؟ لا ده احنا هنعمل تجربه عمليه وهسمعك الفرق بين صوت المايك اللي انا شغال بيه وصوت المايك البويا بي واي ام اي او ام 1. يعني هحطها لك كده في شنطه شكلها جميل، مفكرك يعني في الصوره من الدنانير، مش عارف ايه اللي هو حاطه ده. ولكن اهو بص هنا بقى، اول ميزه بتيجي في المايك وهي طول المايك. دي اكتر حاجه عجبتني فعلا في طول المايك، بيجي لك بطول 6 متر، يعني طول ممتاز جدا. طيب خلينا بقى نتكلم، لا خلينا بقى نتكلم بصوت المايك، مش نتكلم كده، لا احنا هنتكلم بصوت المايك. بص بقى ده صوتي من غير مايك، شوف الصوت بيفرق ازاي. بسم الله بسم الله، كده اشتغل تمام. طيب بص بقى، خلينا بقى نعلمهم بره، مش لازم بقى قصه الشكليات دي دلوقتي، عشان احنا نتكلم عن المايك، مش عايزين نضيع وقت ثاني. المايك ده بقى بيبقى فيه ميزه او فيه خاصيه عشان تكون انت عارف لو جبت المايك تشغله ازاي. المايك ده اولا هنا فيه حجر لو هتشغله على الكاميرا. لو خدت بالك من كلمه هنا، انا مش عايز يعني يا رب توضح لكم في الفوكس، مش عارف توضح ولا لا، وضحت كده، مكتوبه كاميرا وتحت مكتوبه اوف وسمارت فون. معنى ايه الكلام ده؟ معناه ان هو تحت اوف، بتفصل الكهرباء او الطاقه عن الحجاره او اللي هو المكبر الموجود فوق جوه، وبيشتغل على سمارت فون. المهم الحجر بيركب هنا زي ما انت شايف اهو، ده مكانه. خلينا اقرب لك الدنيا شويه، ده مكان الحجر. بعد ما بيركب بتقفل دي عادي خالص، ولما بتحتاج تشغل على الكاميرا فقط بتحول الزر ده لكلمه الكاميرا، ما بتعملش حاجه غير كده واشتغل معاك بدون بقى وصلات. يعني انت عندك المايك ده، انا جايب له الوصله دي عشان خاطر اقدر اشغله على ايه؟ على التليفون زي ما انت شايف، او حتى على الكاميرا. ولكن الغريب في المايك البوي او الميزه فيه ان هو ما بيحتاجش وصلات دي خالص، زائد بقى الوصله الكبيره اللي قلت لك عليها. فبصراحه حاجه ممتاز واداء رائع، يعني زي ما انت شايف الصوت ممتاز جدا، وفرق كبير بين صوت ده وصوت من غير مايك وصوت المايك القديم. دي كانت مراجعه سريعه جدا للمايك بويا. لو انت تفكر تبدا في اليوتيوب او حابب تعمل حاجه وتسجل حاجه بصوتك، فده انسب مايك يناسبك. طيب خلينا بقى نتكلم عن سعره، وهو سعره في حدود 250 جنيه مصري، يعني اقدر اقول لك مثلا 12 دولار تقريبا. المهم حد يحسبها يا جماعه واكتب لنا في التعليقات، عشان برده الكل يعرف عامل كام دولار، بس هو في حدود ال 12 15 دولار مش اكتر من كده. حبيت اشارك معاكم المراجعه دي عشان لو حد عايز يستفيد ويقدر يجيبه ويستفيد منه. اتمنى تكون استفدت من الفيديو وعجبك، وما تنساش تابعنا على انستجرام، شير، لايك، سبسكرايب. اشوفك ان شاء الله فيديو جديد، سلام.